فيروس كورونا يتصدر اهتمامات العالم اليوم، خصوصا بعد رفع منظمة الصحة العالمية مستوى التحذير منه إلى مرتفع جدا. منظمة الصحة العالمية تقول إن احتواء فيروس كورونا يحتاج لعمل جمعي وجهود أكبر. في هذه الأجواء إجراءات الدول الخليجية تواكب أعلى المعايير مما يسهم في الحد من انتشار الوباء، فهل تكفي الإجراءات وحدها وما المطلوب؟ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري قال إن هناك ثلاث أولويات لمنظمة الصحة العالمية لاحتواء فيروس كورونا، خاصة في البلدان الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. في إطار احتواء هذه الفاشية توجد ثلاث أولويات رئيسية: أولاً حماية العاملين الصحيين، ثانياً إشراك المجتمعات المحلية وحماية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض وخيم، لا سيما المسنين والأفراد الذين يعانون من حالات مرضية كامنة، وثالثاً حماية البلدان الأكثر عرضة للخطر من خلال بذل أقصى الجهود لاحتواء الأوبئة في البلدان التي تتوافر لها القدرة على ذلك. وكما تعلمون تعاني بعض البلدان في الإقليم من نظم صحية هشة نتيجة للنزاعات الدائرة، ونعلم أن الأمراض لا تقف عند الحدود، ومن الضروري إجراء التخطيط القطري وتعبئة الموارد بما في ذلك الموارد البشرية لدعم هذه البلدان، ونتعاون عن كثب مع هذه البلدان لتعزيز قدراتها لا سيما في مجالات ترصد الأمراض والقدرات المختبرية. تبعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب الصحفي داهم القحطاني. أستاذ داهم، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. بحسب وزارة الصحة الكويتية لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية على الأقل، وأن حالة المصابين مستقرة. ماذا تعني كل هذه المؤشرات برأيك؟ في الحقيقة هذه تعني أن الحكومة الكويتية إجراءاتها اللي كانت بدأت حتى قبل إعلان إيران منطقة خطرة قبل شهر، وناقشتها حتى في جلسة برلمانية، هل الإجراءات هذه تسير في الطريق الصحيح؟ صحيح صار جدل حول دخول يعني القادم من إيران في قبل أسبوعين، لكن الآن الكويت انطلقت وبدأت تتخذ إجراءات. هناك دول يعني فورا يذهبون للحجر الصحي الإجباري، وهناك دول للحجر المنزلي ضمن إجراءات معينة، وهناك دول لا مسموح لها. هناك حالة من الاستعداد الكبير من قبل الأجهزة الحكومية والأجهزة المؤسسات المجتمع المدني وحتى على مستوى المواطنين والمقيمين، لذلك احنا نتمنى ان ما تسجل حالات جديدة وان الحالات الموجودة تتماثل للشفاء. ساعدنا كذلك الإجراءات اللي تتخذ حتى في دول الخليج العربي، وهي إجراءات حازمة. لماذا؟ لأن دول مجلس التعاون هي مركز لوجود جاليات كثيرة، فالاستهتار أو يعني لأي سبب سياسي في مسألة الدخول والخروج سيعرضها حتما لانتشار كبير. نعم، يبدو أنه الكويت سيد داهم تجبر الواصلين من إيران على الذهاب للحجر الصحي، هذا إجراء تقوم به الكويت، لكن يبدو أن السلطات تواجه مشكلة، البعض لا يريد الذهاب إلى الحجر الصحي والذهاب مباشرة إلى منازلهم، كيف تتعامل السلطات هناك مع هذا المعطى برأيك؟ في الحقيقة هي فقط رحلة واحدة التي صار فيها نوع من الجدل والرغبة بالذهاب للمنزل على اعتبار أنهم يعني ما فيهم شيء، لكن أعتقد أن السلطات اليوم قدرت تحتويهم وتقنعهم بشكل واضح أن هذا لمصلحتهم ولمصلحة أسرهم. أما من ناحية قانونية فالحكومة لديها مرسوم ينظم هذا العمل، ولديها كافة السلطات الدستورية والقانونية لإجبار أي شخص يأتي من مناطق مصنفة أنها خطرة، وهي ليست فقط إيران والعراق والصين وهونغ كونغ، على طول للحجر الصحي. وعلى فكرة الحجر الصحي هو يقام في الكويت في فنادق خمس نجوم وأماكن يعني على حساب الدولة، ويعني من بين المقيمين في هذا الحجر الصحي حتى غير كويتيين. الكويت سمحت لبعض الإيرانيين الذين يرتبطون بصلة قرابة من الدرجة الأولى مع كويتيين للدخول،
لذلك يعني الحكومة الكويتية تبذل كل جهد من أجل هذا الحجر الصحي. هو مزعج على المستوى الإنساني، وربما بعض اللي يبون يطلعون على طول منازلهم لديهم مسؤوليات تجاه أسرهم أو حتى معاقين لديهم أو كذلك، لكن أنا أعتقد أن يعني هذه مسألة ليست سياسية، هذه مسألة إنسانية، واليوم تمت معالجتها، وأعتقد هناك يعني تقبل من المجتمع بدرجة عالية، بل مطالبة حتى المجتمع يطالب بفحص القادمين من دول أخرى يعتقدون المجتمع وحتى يعني على يعني المتابعين أن الأرقام لديها ليست دقيقة. يعني وزارة التربية اليوم أصدرت في الكويت أصدرت تعميم لا يمكن لأي مدرس قدم من إجازة خارج البلاد أن يقوم بالتدريس ما لم يتم فحصه من قبل وزارة الصحة، وهذا إجراء جيد لحفظ سلامة الدارسين وحفظ سلامة المدرس نفسه. منظمة الصحة العالمية وفد منها يزور الكويت كأول دولة في المنطقة لمتابعة مجريات التعامل مع المصابين، التعامل مع الوضع الصحي. ما ملاحظات وفد منظمة الصحة العالمية حول الإجراءات المتخذة في الكويت أستاذ داهم؟ نعم، وفي الحقيقة يعني الرئيس الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية عندما زار الكويت أخضع للفحص هو نفسه، لم يتم استثناءه، وهو ذكر ذلك في المؤتمر الصحفي. وفي المؤتمر الصحفي تمت الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الكويت، وقيل يعني بشكل واضح في المؤتمر الصحفي أن الإجراءات اللي اتخذتها الكويت الحكومة الكويتية حتى يعني سبقت الإجراءات اللي طالبت فيها منظمة الصحة العالمية. التخوف في الكويت في الحقيقة يعني هو تخوف في أوساط المجتمع، هو هناك مطالبات أن يتم تطبيق الحجر الصحي الإجباري على دول يعني معروف عنها عدم الشفافية في أرقام المصابين، لذلك هذا التخوف الوحيد. فيما عدا ذلك هناك ثقة عالية من المجتمع الكويتي في إجراءات وزارة الصحة، وهناك مؤتمر صحفي يومي يعقد الساعة 10 صباحا من قبل مختصين ومسؤولين في وزارة الصحة، والأسئلة مفتوحة ولا محاذير. نعم، الحكومة الكويتية ربما في البداية كانت متعثرة في مسألة دخول البعض من إيران من دون الحجر الصحي الإجباري، لكن أعتقد أن الحكومة تجاوزت هالمسألة وعدم اكتشاف حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وأنا أعتقد إحنا دخلنا على 48 ساعة لم يعلن إلى الآن، هذا مؤشر جيد. ابقى معنا أستاذ داهم القحطاني، سنعود إليك ولكن سنورد هذا الخبر. في الكويت دعت وزارة الصحة مواطنيها إلى عدم السفر في الوقت الحالي، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. طبعا برامج التتبع بإشراف أقسام الصحة الوقائية تقوم بمتابعة القادمين الذين انطبق عليهم الحجر المنزلي للتأكد من صحة قيامهم بضوابط ومعايير الحجر المنزلي وللوقوف على حالتهم الصحية باستمرار، كما تقوم تلك الأقسام بمتابعة المخالطين لهم بدقة. لا تزال وزارة الصحة تؤكد على مبدأ الشفافية وتناشد الأخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعاليم وزارة الصحة ومتابعة المستجدات على المواقع الرسمية المخصصة لذلك. وفي الإمارات العربية المتحدة أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس أن الدولة ملتزمة بأعلى معايير السلامة الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. دولة الإمارات ملتزمة بمعايير منظمة الصحة الدولية. معايير منظمة الصحة الدولية كانت واضحة في ما يتعلق بموضوع الطيران أو موضوع التبادل التجاري أو موضوع النظافة الشخصية، معايير الفحص، كلها الإمارات ولله الحمد تمشي جنبا إلى جنب مع المؤسسات الدولية، وبالعكس في كثير من الأحيان نكون نحن أكثر صرامة وأكثر احترازا حرصا على سلامة مواطنينا والمقيمين في الدولة. أعود مرة أخرى للكاتب الصحفي داهم القحطاني من الكويت، كما نتابع على أسفل الشاشة في الشريط العاجل 5 إصابات جديدة في العراق اليوم، أيضا كان هناك إصابة في قطر لأول مرة. لماذا لا تفكر الدول المجاورة لإيران بمساعدتها في احتواء وتطويق هذا الفيروس قبل انتقاله إلى هذه الدول سيد داهم؟
والله بالعكس، دول الخليج دائما تمد ايد المساعده لايران في مواضيع مختلفه، من ضمنها يعني مواضيع سياسيه واقتصاديه وغيره، لكن الايرانيين هم يعني الذين متحفظين. يعني الرئيس حسن روحاني صرح قبل فتره انه لن يتم فرض اي حظر على اي مدينه ايرانيه. مشكله الحكومه الايرانيه انها تاخذ هذا الموضوع بمنحى سياسي، في حين انه منحى انساني بالدرجه الاولى. والدليل ان ايران اصبحت بؤره، يعني كثير من دول مواطنين دول الخليج لو علموا ان هناك وباء منتشر في ايران لما سافروا اصلا. لذلك يعني مطلوب من الايرانيين الشفاء. ويعني يعني سبحان الله الايام تدور، في يوم من الايام كانت ايران تطالب بالحمايه الدوليه لمساله الحج والعمره على المملكه العربيه السعوديه، اليوم ايران لا تستطيع ان تدير ملف يعني صغير نسبيا بالنسبه لها كحجمها كدوله اللي هو ملف الكورونا. نعتقد نحن يعني بصراحه ككتاب وكمتابعين الاولويه لتعاون الدول، لانها احنا يهمنا مصلحه الشعوب ايا كان الانتماء السياسي او الامور اللي تتعلق في السياسه. يعني قبل ان يفوتني الوقت، الكويت مقبله غدا على تحدي، بكره بدايه الدوامات بعد اجازه العيد الوطني وعيد التحرير. والحكومه طبعا كما تعلمون اصدرت قرار بمنع بصمه الدوام لتلافي اي انتقال العدوى. غدا لدينا في الكويت تحدي كبير، يعني كيف نتعامل مع مساله الدوامات وعدم تحول الدوامات الى بؤره. والاستعدادات الحكوميه جيده، لكن في النهايه وكما صرح كثير من المتابعين الصحيين، الوعي هو اهم شيء في الدرجه، وعي المواطن، كل مواطن رب اسره هو الحامي بعد الله سبحانه وتعالى للتصدي لهذا الفيروس. ونحمد الله ان في دول الخليج دول مستعاون وفرنا كل سبل كحكومات وكمؤسسات مجتمع مدنيه لحمايه المواطنين والمقيمين للتصدي يعني امراض كثيره من ضمنها هذا الفيروس. وقد نجحنا في تجربه يعني كورونا السارس وحمى الشرق الاوسط التنفسيه الميرس 2013، وان شاء الله نتجاوز هذه الازمه. شكرا جزيلا لك أستاذ داهم القحطاني الكاتب الصحفي، كنت معنا من الكويت، شكرا لك. مستمرون معكم في المساء وتتابعون بعد الفاصل. إيران وكورونا، أرقام الفيروس بين التشكيك والواقع.